Алейкум. Алейкум. конечно на фоне происходящих ужасов там это легко сделать потому что как я уже и говорил на встрече с коллегами при проведении совета безопасности когда смотришь на страдающих окровавленных детей и кулаки сжимаются и слезы на глазах наворачиваются и на это мне кажется реакция любого нормального человека если такой реакция ترون انه رد السلام بعليكم السلام، وكان طبعا هذا كله مرتب يعني هذه الامور ما تجيش بهذه الطريقه، يعني رؤساء الدول يرتبوا لهم الامور خاصه في هذه الدول يعني. آه بوتين قال في هذا المقطع، قال بانه لا لا يستطيع يعني ليس هناك بشر يرى ما يحدث في غزه لاطفال غزه، ولا يبكي ولا يحزن ولا يغضب ف طبعا اللي ما يعرفوش بوتين يرون ان هذا موقف رائع، وطبعا بوتين ايضا الاعلام نتاع بوتين يقول لك ان انهم يتهموننا بقتل المدنيين، مع ذلك فانه بعد عشرين شهر يتهمونهم بحوالي بمقتل حوالي 600 طفل، يقول هم في الاعلام الروسي هذا يقوله بعض المسؤولين الروس يقولهم هم في شهر قتلوا عشرة ألاف مدني منهم أكثر من أربعة ألاف طفل أي أنه أضعاف ما قتلناه نحن إذا صدقت الرواية الأمريكية والغربية والأوكرانية طبعا هو مستفيد وهذه حقيقة يعني هذه المقارنة حقيقية أنه ما قتله الروس من المدنيين الأوكران حتى بالأرقام الأوكرانية والغربية إذا صدقناها تماما هو اقل اقل شيء بثمانية اضعاف مما قتلوه الصهاينة في اقل من شهر، عشرين شهر اقل ثمانية اضعاف، لكن هنا نقطة مهمة لان بعض الناس خاصة بعض الشباب ربما قد يخدعون، ومرات الناس لما يكون عندهم خصم مثلا الان الناس يعني شعوبنا مشكلتها الاساسية هي اسرائيل والغرب لان الغرب خاصه الولايات المتحده تدعم اسرائيل فكانها تروح الى تحوس على من شكون اللي يقدر يوقف معاهم ولما يسمعوا كلمه من هذه من عند بوتين او من عند الكوري او من عند الصيني او يفرحوا يعني الناس لكن بالحقيقه منذ 2015 منذ سبتمبر 2015 تاريخ دخول الروس علنا رسميا الى سوريا في هذه الثمان سنوات وخاصه في الثلاث سنوات الاولى لكن في هذه الثمان سنوات قتل الروس أو سمحوا بقتل أكثر من مئة ألف طفل سوري إما قتلوا مباشرة أو سهلوا قتلهم قام به النظام السوري أو أنصاروا من الميليشيات ومن الإيرانيين ومن غيرهم أكثر من مئة ألف طفل سوري منذ دخول الروس إلى سوريا لذلك على الناس ألا ينخدعوا إذا كان الآن راك تشوف الألم وراك متألم جدا لا تنخدع بطغاة آخرين وقتل آخرين ومجرمين آخرين يظهرون وكأنهم حمل وديع ملائكة لأن بوتين قاتل الأطفال في سوريا وما زال يقتل ما زال كل يوم كان ما بين ثلاثة أربعة خمسة مدنيين يقتلون في سوريا أقل شيء هذا بالقصف الروسي أه؟ مش نتكلم على المجموعات الأخرى لكن هو بوتين طبعا والدعايه الروسيه مشهوره في هذه الامور يغتنم الامور ويذهب الى اقصى حدود، مره واحد من الافاضل بعث لي قال لي من فضلك ما دام راهي الوضع في غزه ما تزيش تمس في بوتين لانه هذا هو الخطر هذا هو الخطر وهو انك تنسى جرائم شخص اخر ارتكب كوارث كبرى وما زال يرتكب ما توقفش فقط لان كاين واحد جا دار ناس دار صدمه للعالم وارتكب هذه الجرائم لا هذا مجرم وذاك مجرم انت مش شرط تجي تخير تقول هذا مليح وهذا مش مليح هذا مجرم اي قاتل اطفال مجرم هذه القاعده قتلوا هنا قتلوا الهي قتل مسلمين قتل هنود قتل مسيحيين قتل إسرائيليين قتل مريكان قتل جزائر أي قاتل أطفال مجرم هذه القاعدة والأصل أي قاتل المدنيين مجرم فما لازمش تنخدع بو وعليكم السلام والله بأن وكان بوتين قال لك إنه يبكي إن لا أحد يستطيع أن يرى أطفال غزة ولا يبكي حق قاله كاذب وقاله مجرم وانا قصدت ان نجيب هذه النقطه بالذات لانه بعض الناس ينخدعون بسرعه ينخدعون بسرعه بكل اسف